منتخب مصر يواجه الكاميرون الخميس في نصف نهائي أمم أفريقيا بعد تغلبه على نظيره المغربي بدور الثمانية. بعثة الأهلي تتوجه إلى الإمارات استعداداً لكأس العالم للأندية. الصين تواصل استعداداتها لافتتاح دورة الألعاب الشتوية يوم الجمعة. نشرة رياضية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز، أهلا بكم. تأهل المنتخب الوطني إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي. وبذلك سيلتقي منتخبنا الوطني صاحب الأرض منتخب الكاميرون في 9 مساء الخميس المقبل. بعد ملحمة تاريخية في عالم الساحرة المستديرة، تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وذلك للمرة 16 في تاريخه، ليسجل الفراعنة رقما قياسيا جديدا في بطولات الأمم الأفريقية في عدد الوصول إلى نصف نهائي النسخ الأفريقية. منتخب مصر حقق فوزا غاليا وصعبا على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، حيث تقدم اللاعب سفيان بوفال للمغرب في الدقيقة 6 عبر ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني عاد الفراعنة بقوة وسجل النجم محمد صلاح هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 51، لينتهي الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله. وفي الشوط الإضافي الأول سجل اللاعب محمود تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة. المنتخب الوطني ضرب موعدا مع أصحاب الأرض المنتخب الكاميروني في مباراة نصف النهائي المقررة الخميس المقبل على ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي، ويسعى الفراعنة للفوز والتأهل للنهائي والفوز باللقب لتعزيز رقمه القياسي وتحقيق البطولة رقم 8. أعلن الكاف تشكيلة الأفضل في دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، فيما اختار الكاف 4 لاعبين مصريين ضمن التشكيلة. يأتي في حراسة المرمى المصري محمد أبو جبل، وفي خط الدفاع الكاميروني كولينز فاي، والمصري محمد عبد المنعم، والبوركيني إيموند تابوسا، والسنغالي ساليو سيسي، وفي خط الوسط الكاميروني مارتن هونغلا، والمصري محمد النني، والبوركيني إبراهيم بلاتي توري، وفي خط الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي فامارا ديديهيو والكاميروني إيكامبي. أكد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبي المنتخب أداروا مباراة المغرب بطريقة جيدة. وخلال مؤتمر صحفي بعد المباراة أكد كيروش أن مباراة الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية صعبة، مشيرا إلى أن أفضل طريقة للعب أمام الكاميرون هي الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة. أكد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح أن مواجهة المنتخب المغربي في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية كانت صعبة، وأضاف صلاح في تصريحات عقب انتهاء المباراة أن منتخب مصر لعب بشكل جيد وتحكم في المباراة. كما وجه صلاح التهنئة للجماهير المصرية بالفوز على المغرب والتأهل لنصف النهائي. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ بسام أبو بكر الناقد الرياضي، أهلا ومرحبا بك. في البداية، ما هي آخر تطورات استعدادات المنتخب الوطني لمباراة الكاميرون يوم الخميس في نصف نهائي أمم أفريقيا، طبعا بالإضافة لموقف المصابين والأشعة التي أجراها كل من محمد أبو جبل وأحمد حجازي؟ أهلا بك وأهلا بكل مشاهدين كترا نيوز. يمكن طبعا لا صوت يعلو على صوت المنتخب المصري في الكاميرون وكأس الأمم الأفريقية وفرحة المصريين بعد صعودنا للمربع الذهبي في البطولة. يمكن طبعا الفرحة كانت عارمة امبارح، ويمكن مستر كيروش خلاص أغلق الاحتفالات وبدأ في التجهيز لمباراة الكاميرون يوم الخميس الساعة 9 مساء.
يمكن المباراة على حسب المعلومات الصادرة من الاتحاد الافريقي ان هتكون على ملعب اولمبي. ملعب اولمبي ده هو الملعب الرئيسي في الكاميرون اللي شهد افتتاح البطولة، واللي المفروض كان مغلق بسبب طلبات النيابة الكاميرونية بعد حالات الوفاة اللي حصلت في مباراة الكاميرون. طبعا احنا عارفين ان الملعب اتقفل بعد المباراة دي نظرا لوفاة 8 اشخاص، لكن سيتم فتحه بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة في الكاميرون، وسيتم خوض مباراة مصر عليه يوم الخميس الساعة 9 مساء. مستر كروشي يمكن طبعا بدأ الاستعدادات، يمكن احب اطمن الجماهير المصريه على محمد ابو جبل. اجرى اشعه امبارح بالليل، يمكن ابو جبل بيعاني من اجهاد خفيف في العضله الضمه، الاشعه اثبتت كده، وبنسبه كبيره هيكون موجود قدام منتخب الكاميرون يوم الخميس الجاي. طيب مستر كروش طلب كمان حاجه تانية، يمكن طبعا احنا عارفين ان يمكن حتى ده بعد ما وصلوا الفندق امبارح مباشره، كان طلب من اللواء مشهور رئيس البعثه وخالد الدرندلي عضو مجلس الاداره لاتحاد الكره، ان يكون في ان منتخب مصر يخضع لمساحات اضافيه غير المساحات الرسميه اللي بيشرف عليها الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه للبطوله. طبعا احنا عارفين ان الكاميرون في مبارياتها الاخيره بأغلبية المنتخبات اللي بتلعبها بيظهر أكتر من عنصر أو لعيب بيبقى مصاب بالكورونا، فمن أجل زيادة الطمأنينة فمستر كروش طلب أن يبقى في مساحات إضافية غير المساحات الرئيسية أو الأساسية اللي بيعملها اللجنة المنظمة للبطولة. بالنسبة لأحمد حجازي لسه الرؤية ما وضحتش إذا كان هيكون موجود يوم الخميس قدام الكاميرون من عدمه، لكن احنا الحمد لله يعني عندنا اكتر من مساك في المنتخب وعندنا اكتر من عنصر دفاعي. القايمه اللي كان مسافر بيها مستر كروش كل مركز ليه بديل، وفي مراكز ليها اكتر من بديل، والامور الحمد لله ماشيه كويسه. يمكن مباراه الخميس بقى يمكن في معلومه حابب اقولها، ان سياده السفير مدحت المليجي قد طلب مقابلة وزير الداخلية الكاميروني من أجل التأمين بشكل زيادة، خصوصا أن خلاص طلع قرار أن هيكون في المباراة دي طيارتين من مصر مش طيارة واحدة هتروح للكاميرون لمؤازرة المنتخب المصري قدام الكاميرون يوم الخميس الساعة 9 مساء. يعني قد نصل إلى 1000 مصري سيتواجدون في الملعب إن شاء الله لمؤازرة المنتخب المصري في المباراة المصرية في السيمي فاينال، وإن شاء الله ربنا يكلل المجهود بتاع اللعيبة والجهاز الفني بخير طبعا يا رب. يمكن الخبر اللي مش لذيذ أو يعني يمكن ما هيكون في يعني بإذن الله ما يحصلش مشكلة، المفروض إن كان حصل مشادة بسيطة في غرفة خلع الملابس في الممر اللي بيؤدي لغرفة خلع الملابس بين بعض اللاعبين المغرب والمنتخب المصري، وتحديدا كان في يعني يمكن احد اللاعبين المغربيين تلفظ ببعض الالفاظ للمدرب العام المساعد لكروش، وكان بيكلمه بلغه هو عارفها، فتم الاشتباك بشكل خفيف وتم الصلح، ولكن يمكن حسب الاخبار اللي جت من هناك ان الاتحاد الافريقي او حكم المباراه السنغالي نضاي قدم تقريره ومراقب المباراه قدم تقريره باللي حصل في الممر، وان الاتحاد الافريقي هياخد قرار بكره الثلاث بنتيجه التحقيق اللي حصل. احنا طبعا عارفين ان كان سبق واتعرف يعني ان محمود جهاد حارس مرمى الفريق اشتبك مع احد مسؤولي المغرب، وده اللي اتكتب في التقرير، وان شاء الله يمكن بكره نتيجه التحقيق ده وما يكونش في حاجه لينا باذن الله تعوقنا عن تواجد اي لاعب في مباراه الكاميرون يوم الخميس الجاي. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ بسام ابو بكر الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. تأهل منتخب السنغال إلى دور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف في منافسات دور الثمانية، وسجل ثلاثية المنتخب السنغالي كل من أمارة ديديهيو وشيخو كوياتي وإسماعيل سار، بينما سجل هدف منتخب غينيا الوحيد اللاعب جانيك بويلا سام. وستلعب السنغال أمام منتخب بوركينا فاسو يوم الأربعاء في نصف النهائي على ملعب
أحمد أهيجو. توجهت بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى الإمارات استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ويغيب عن البعثة اللاعبون الدوليون الذين يخوضون بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما وصل المالي أليو ديانغ للقاهرة للسفر مع الفريق، كما سينضم علي معلول إلى البعثة في الإمارات، ومن المقرر أن يواجه الأهلي بطل المكسيك وأمريكا الشمالية مونتري في أولى لقاءاته يوم السبت المقبل. تقام اليوم الاثنين ثلاث مباريات في الجولة الخامسة من كأس رابطة الأندية المحترفة، يلتقي خلالها فريق فيوتشر مع الاتحاد السكندري، ويلعب الإسماعيلي مع الجونة، ويواجه المقاولون العرب نظيره سموحة، وستقام جميع اللقاءات في الخامسة مساء. أقيمت ثلاث مباريات ضمن الجولة الأخيرة من كأس رابطة الأندية المصرية، نتابعها في سياق هذا التقرير. ثلاث مباريات جديدة أقيمت لحساب منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية. فريق الأهلي أنهى مشواره في البطولة بالتعادل مع فريق البنك الأهلي بهدف لمثله في مباراة أقيمت على ملعب السلام. اللاعب وليد سليمان تقدم للأهلي في الدقيقة 50، ثم تعادل اللاعب محمد هلال للبنك في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط محتلا المركز 6 والأخير في المجموعة الثانية، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط أيضا في المركز 5، وودع الفريقان منافسات البطولة بشكل رسمي. وفي المجموعة الأولى حقق فريق بيراميدز فوزه الأول بالبطولة على حساب فريق مصر المقصة بهدفين دون رد في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي، وسجل هدف المباراة كل من دودو الجباس في الدقيقة 47، ثم زميله عماد ميهوب في الدقيقة 89. وبرغم الفوز ودع الفريق السماوي البطولة بعد أن وصل رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد المقصة عند 7 نقاط في المركز 3، وفقد فرصة التأهل في مقعد أفضل وصيف. وفي ملعب برج العرب بالإسكندرية حقق إسترن كامباني فوزه الأول بالبطولة بعد تغلبه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف. اللاعب محمد جريندو افتتح التسجيل للمصري في الدقيقة 38، ثم تعادل لإسترن اللاعب أحمد أمير قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة. وفي الدقيقة 57 سجل اللاعب التونسي فراس عيفية هدف الفوز ليرتفع رصيد إسترن إلى 4 نقاط في المركز 6 والأخير، بينما توقف رصيد المصري عند 4 نقاط في المركز 5. أعلن نادي الإسماعيلية تعاقد مع الجزائري محمد بن خماسة لاعب ملاجا الإسباني السابق حتى نهاية موسم 2026. كان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون قد طالب بتدعيم مركز خط الوسط في الميركاتو الشتوي الحالي، ورحب براون بضم محمد بن خماسة في ظل القدرات الفنية التي يتمتع بها اللاعب على الصعيدين الدفاعي والهجومي. أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعيين مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد مدرباً جديداً للفريق لخلافة رافائيل بينيتيز، ووقع لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عقداً لعامين ونصف العام حتى يونيو 2024 في تجربته الثالثة كمدرب، وقال لامبارد إنه متحمس جداً لبدء المهمة مع إيفرتون. أعلن برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع الدنماركي كريستيان إريكسن لمدة 6 أشهر، ويأتي ذلك بعد 7 أشهر فقط من تعرضه لأزمة قلبية كادت تودي بحياته خلال منافسات يورو 2020 مع منتخب الدنمارك، ولم يتمكن إريكسن من الاستمرار مع إنتر ميلان بسبب لوائح الدوري الإيطالي، حيث تم زراعة جهاز تنظيم نبضات القلب وهو ما يمنع من اللعب في إيطاليا حتى يتم نزعه. تعاقد نادي بيرني الإنجليزي مع المهاجم فوتر
في جروست لاعب فريق فولفسبورغ الألماني. وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحب النادي الإنجليزي بلاعبه الجديد، يأتي ذلك في إطار تدعيمات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرني خلال الانتقالات الشتوية الجارية. هذا ويرتدي اللاعب الجديد البالغ من العمر 29 عاما القميص الشاغر رقم 9. فاز المنتخب الكندي على ضيفه الأمريكي بهدفين دون رد ضمن تصفية قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2022. الفوز رفع رصيد المنتخب الكندي إلى 22 نقطة في المركز الأول بفرق 4 نقاط عن المنتخب الأمريكي صاحب المركز الثاني. أهدر المنتخب المكسيكي فرصة انتزاع المركز الثاني في تصفية أمريكا الشمالية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بعدما تعادل مع نظيره الكوستاريكي سلبيا. وارتفع رصيد المكسيك إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف الولايات المتحدة، كما ارتفع رصيد كوستاريكا إلى 13 نقطة في المركز الخامس. واصلت الصين استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الشتوية، حيث أقامت السلطات بروفا في ملعب بكين الوطني على حفل افتتاح البطولة المقرر يوم الجمعة المقبل بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ حفل وعدد من قادة ومسؤولي الدول. وتم الإعلان عن اختيار لاعبة الزلاجات الصدرية تشاودان ولاعبة التزلج السريع قاوتينغ لرفع علم الوفد الصيني في مراسم افتتاح الأولمبياد. إلى هنا نصل لختام النشرة الرياضية. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.